participation de la convergence. باش مزيان تبان في لوبجيكتيف باش نعرفوا راه كنتكلموا على الا كتهضر على الاداره كيفاش كتخدم راه عنده بزاف اللي كعرف عنده بزاف الاليات دونك هاد الميكانيزمات التقنيه والتشارك شنو لي تاديبيو ديالهم واش خدامين ما خدامينش لا كونسيبسيون ديالهم كذا شنو الاعطاب اللي فيها كيفاش نقدروا نصحوها باش يكون عندها اثر على الاداء ديال المؤسسه بصفه عامه كنظن هادشي اللي فهمت انه في الديبان اللي فيه كنتكلموش على الميكانيزمات بصفه عامه كيبقى شي شويه لا الفو اننا نشوف اودولا ديال الميكانيزم اللي كاين كيعنيو بزاف لا سوسيتي سيفيل في العلاقه مع المنتخب مع ليزيل ديال لا ريجيون كاين ميكانيزمات اللي كيعنيو لي ديبارتمون كاملين اللي تابعين للاداره المركزيه كيكون عندهم ديمونسيون ريجيونال كيفاش كيتمشاو هاد لوبسيرفاتوار دو فيرو مثلا ليكونومي سوسيال كاين بزاف لونفونس كاين حتى شي حاجه كاينه في السياسه التنظيميه ديال الحكومه وغير ذلك لي سا مارش با دونك هاد التحديات خصهم يكونوا داخلين في الدياغنوستيك نعرفوهم ناناليزيوهم لان هما اللي كيهمونا حنا هما اللي عندهم اثر علينا هذا اللي هو الصحه كيخدم وحده التعمير بوحدو البوليس بوحدو الدراري اللي كيتعاطوا الضرب هما في الشارع كتولي انت كتقلب باش تجمعهم وانا دي زيكزومبل واحد صحيح ديال الطفوله وعندنا بزاف ديال الامثله اللي اشتغلنا في مخادني وكوميونيتي شي شويه ولكن حنا هذا هو البروبليم ديفلوبمون اللي عندنا لو سوسيال اللي كاركتيريز لي زاكتور سو ملتيبل اللي ماشي بزاف وما كاينش ديبارت ولا كي ديال الكود ديال زون سونترال ما عندوش لونتيتي ديال القوية عندهم لونتيتي ديال لونتري ناسيون غلاديس اللي كريت لا ميسيون ديالها نوفو انستيتيسيون نحتاج واحد ديال بوستي كومون جيري لو سوسيال في المغرب وزارة التنمية اللي صفر باط كدير لي استراتيجي كدير لي زاكتور كتحطهم كيفاش كيديك لينا في لا ريجون كاين ميكانيزم كيهم لان ما يمكنش حنا 100 مطر نخرجوا حتى نتوجهوا لهم اللي غادي فيه مزيان نشوف شنو الواقع في المغرب والا غادي نكرروا حنا خطا يعني لي استراتيجي اللي كيتي ديال كاليتي دي شونس دون دي كابر كاين على نيفو سونترال كوم سي ديك لينا نوفو ريجونال كاين ميكانيزم سي كي فا بيلوتي هنا فين كاين لو بروبليم وهذوك لو بروبليم هو اللي كيافاكتينا حنا اون توكو دي بينيفيسيو دي زاين اندرو اون توكو سوسيتي سيفيل دونك il faut qu'on on élargit un petit peu la définition ديالنا على هاد لي ميكانيزم ديال التقنيه والتشارك ما نبقاوش في الطلبه التكنيك اللي زاد هيئه المساواه الجديد الشباب كذا داكشي اللي دغيا ميتي شخصيا كاع ماشي ما باقي مخصوص باش زعما يعطيك ياثر على القرار السياسي في الجهه باقي مخصوص بزاف الخدمه ولكن عندنا ميكانيزمات اللي منظمين باب السيركيليه باب القوانين فيهم قرارات اللي خصنا نشوفهم علاش ما كيتمشاوش والجهه ديالنا كتكبر وكيدخلوا دي زاكتور دي تخلي لي فيرسيتي مهمه بزاف دونك انا كنظن نمشيو شويه في هذا الكلام بزاف باش نستافدوا منه نكون فيلوسوفيا بيناتنا ومعارف ولا غير ذلك وتكون عندنا لي ديكري على فين هو المشكل لان الاستراتيجيه اللي كنقلبوا عليها هي التقنيه في الاصل الناس يعني الاشخاص في الوضعيه الصعبه هذا المفروض انا على اقتراح انه تطلبوا احصائيات من الجمعيات منظمه المجتمع المدني بخصوص هذا الشيء بحيث انه بالنسبه للاهداف لازم تكون هناك احصائيات كاينه عارفين شنو اللي كاين هذا الشيء اللي بغيت اضيفه شكرا سي Et je suis d'accord avec plusieurs partenaires de se préparer dans des groupes pour voir la faisabilité des projets et se mettre d'accord sur les projets d'avenir qu'on va décider ensemble. Du moment qu'il y a aussi un diagnostic déjà fait, qui ont déjà fait l'association, la colonne, qui doivent, ça veut dire la. Parce qu'on n'est pas au courant, c'est pas tous les partenaires qui sont au courant. Ça serait mieux de partager l'information pour aller plus, pour être plus efficace. Voilà. Dans le vif du sujet, qu'on se mette en groupe, qu'on travaille, et s'il y a le point à discuter, on va encore y revenir comme maintenant. Merci.